اولفيا وانا ياسمين اكسكلوسيف على نجمه تي في عيد ميلاد سهى ادريس والثيم السنه دي تشاينيز نيو يير. هابي بيرثداي سهى. ثانك يو فيري ماتش اند كونغ هي فات تشاو which means happy new year in Chinese. Well, see, I've always loved Chinese art and Chinese clothes, and I was inspired by a movie called Crouching Tiger, Hidden Dragon, which is one of my favorite movies. The dress بتاعك تحفة. Thank you, حبيبتي. أنا لابسة فستان من روبرتا كافالي. لقيته وحبيته قوي لأنه it's Chinese, and it looks like a kimono, وعليه dragons, فحبيته, and I thought it would be nice for tonight. وعملتي الهيدبيس مخصوص؟ It's an antique piece. And I adapted it for the dress. لوننا وغيرنا, but it works very well. It's supposed to be an empress's tag. Chinatown مليانة حاجات ورحنا شفنا الاحتفالات last weekend وكانت رهيبة. فChina is always an inspiration to me. It's a beautiful theme. Okay. كلنا مبسوطين قوي والجاز مبسوطين قوي. انت ايه رأيك بقى في والله انا بالنسبة لي اهم حاجة وجود الناس والناس بتيجي from everywhere عشان الحفلة دي. I have to give them something they won't forget, basically. I hope I've done that tonight. No, you have, you have. Merci يا سهى, شكرا. حبيبتي العفو يا حبيبتي. International party from all over. I just flew in from Los Angeles especially for that. ازيك يا خالد؟ الحمد لله كويس. ايه رايك في الحفله النهارده؟ والله الحفله يعني ممتازه يعني انا دايما بسمع عن حفلات سهى اللي بتعملها بس اول مره اجي الحفله يعني هي عملتها يعني to be honest with you الحفله ممتازه يعني المجهود اللي اتحط في الحفله بجد يعني amazing. وقول لي بقى انت لابس ايه تشاينيز النهارده مش شايفه اي حاجه. لا ولا التيشيرت يعني لو الواحد ممكن يشوفه في حاجه تشاينيز الكولر بتاعته از يعني مفروض تشاينيز في تشاينيز كولر تشاينيز كولر اللي هي تشاينيز وابيرنتلي المفروض يعني قالوا لي ان هي دي تشاينيز ما اعرفش اذا طيب برضو عندك ايدك وري الكاميرا ايدك Before I was in London and we were always coming every year. Oh, I love it. I love Soha and it's her spirit. It's in all her parties. وليلي جبتي اللبس ده من فين بقى؟ كله vintage. It's like very old and I just put it together. I sewed my sleeves on. The skirt is very old Chloe. The top I made because I'm in fashion. So I had it embroidered and I wanted to look like Brunei. عملتي ايه بقى for the eye makeup? It took like 2 hours. I was just a lot of glitter and green for the emeralds and I'm an artist, I paint, so it was easy for me, you know? في الحفلة؟ والله بتجنن حفلة يعني فظيعة. أول مرة تيجي حفلة سهى ولا بتيجي كل سنة؟ لا والله هي يمكن ثالث سنة. والله كل حفلة أحلى من الثانية. جبتي الفستان الهايل ده من فين؟ أول ما قالت لي سهى على الحفلة وصيت عليه من بيروت. فستان من تصميم بيكان كوتور من لبنان بيروت.
صمم لي هالفستان الفظيع يعني وصيت عليه من اسبوع 10 ايام وصمم لي اياه خلال 5 ايام. عايز اقول لكم الحفله كانت تحفه والناس كانت عامله مجهودات كتيره جدا وزي ما انتم شايفين الديكور خرافي وطبعا نجمه هتبقى معانا في كل حفله من الحفلات اللي جايه في لندن.